سلهدى طلعت لنا من مكة عين الندى نبعت لنا بحراء نختار آثار النبي وأمره نقفو كتاب الله للآراء بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود والله هو الناصر. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامجكم سبيل الهدى حيث سنجيب على أسئلتكم التي وردتنا، آملين أن تعم الفائدة على الجميع، آمين. نرحب بضيوف الحلقة. معنا من داخل الاستوديو الأستاذ داود أحمد عابد من الجامعة الإسلامية الأحمدية في بريطانيا، ومعنا عبر السكايب الأستاذ معتز قزق من الجامعة الإسلامية الأحمدية من كندا، والأستاذ مصلح شنبور من المكتب العربي من كندا. أبدأ معكم الأستاذ داود. السائل يقول: هل يجوز تأخير صلاة الفجر جماعة إلى ما قبل شروق الشمس بربع ساعة، أم يجب علينا الإسراع بها؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت للمؤمنين كتابا موقوتا، هذا ما ورد في القرآن. فالله تعالى قد بين وعين لكل صلاة توقيت، فمن الضروري أن نصلي الصلاة أداء في توقيتها في وقتها. وجاء جبريل عليه الصلاة والسلام وعلم النبي صلى الله عليه وسلم التوقيت لكل صلاة، ويعني جاء مرتين في يومين، وجاء مرة فصلى في أول وقتها وفي اليوم التالي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات في آخر وقتها، وبين هذا هو الوقت المحدد لهذه الصلوات. هذا ما حدث مرة. يقول سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن سائل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله يعني مواقيت صلاة الفجر خاصة، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي اليوم التالي هو صلى الصلاة بعد وقت صلاة التهجد، يعني في أول وقتها، يعني في هنا الغلس. يقول سيدنا أبو موسى الأشعري قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أخر الفجر يعني في اليوم من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أصبح فدعا سائل فقال: الوقت بين هذين. إذا صلى أحد الصلاة أو صلاة الفجر قبل طلوع الشمس بربع ساعة فهذا هو وقتها، ممكن أن يصليها، ولكن يعني يجب الإسراء في هذا الأمر. مرة أو مرتين أو لأمر معين ممكن أن يؤخر الإنسان الصلاة، ولكن مع الحيطة والحذر، ولكن يعني أن تصبح هذه العادة متبعة، هذا لا يجوز. وسبب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال الصلاة في وقتها. وخاصة ماذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه يعرف أن هذا هو الوقت النهائي الأخير، ولكنه قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، والغلس هو أول الوقت، في هنا يختلط ضوء النهار مع ظلمة الليل. فيعني الأفضل الإسراع بها، ولكن ممكن أن يصلي الإنسان يمكن أن يؤخر، نعم، قبل طلوع الشمس. نعم، جزاكم الله أستاذ داود. أستاذ معتز، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا قد سألناكم في الحلقة الماضية عن موضوع الحجاب، كم مرة وردت كلمة الحجاب في القرآن الكريم وما دلالتها، وقد قدمتم لنا بعض المعاني لها. والسائل يعاود السؤال مرة أخرى، وبعض المشاهدين أرادوا الاستفاضة في هذا الأمر لاستكمال الإجابة في هذا الموضوع، فهل لكم أن تتابعوا لنا؟ إن شاء الله.
طبعا أشهد أن لا إله إلا الله وأنه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا تحدثت في الحلقة الماضية عن ثلاث مواضع وردت فيها كلمة الحجاب في القرآن، واليوم أكمل فيها. مثلا في سورة مريم في هذا المكان تتحدث الآيات عن السيدة مريم عليه السلام، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقية فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. إذن هنا أيضا وردت كلمة الحجاب، فما معنى الحجاب هنا؟ طبعا هذه الآيات تتحدث عن أن السيدة مريم حين شبت أصبحت شابة خلق الله سبحانه وتعالى فيها حماسا شديدا للدعاء، لذلك فهي ذهبت إلى معبد، يعني فاتخذت من دونهم حجابا وإذا انتبذت من أهلها مكان شرقي، اتخذت مكان معبد تكون جهته جهة الشرق نحو الشرق، وطبعا جهة الشرق هي مقدسة بالنسبة لهم، فاتخذت من دونهم حجابا، أي يعني يمكن أن نقول أنه لم تعد لها علاقة بها، لأن الناس مثل ما يكون بين الناس العاديين من علاقات فانفصلت عنهم من أجل موضوع العبادة. وأيضا عندما كانت تذهب إلى العبادة في هذا المكان فكانت تجعل ستارا على الباب، لم يكن هناك في ذلك الوقت أبواب تغلق وتفتح، لذلك هي وضعت الستار لكي يكون عندها خلوة وانفراد في الدعاء وتكون بينها وبين الله سبحانه وتعالى. وفي موضع آخر الموضع الخامس أقول في سورة الأحزاب، وهي تتعلق بحكم الحجاب الذي نزل على المسلمين، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إذن هذا أمر بالحجاب، إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إلى آخر الآية. فماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إذن في هذه الآية توجيه من الله سبحانه وتعالى أن على المسلمين أن لا يدخلوا دخول غير مبرر لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم، أن عليهم أن يأخذوا الإذن قبل الدخول، إذا أذن لهم من أجل الطعام فيدخلوا ويأكلوا، لكن عليهم أن يخرجوا مباشرة دون أن يخوضوا بين بعضهم البعض بالحديث كي لا يطول الوقت، لأن جلوسهم يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت لهم حاجة كطعام أو أغراض ضرورية عليهم أن يسألوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب، أي لا ينظروا إليهن مباشرة. إذن هذه تتعلق بالحجاب الذي فرض على المسلمين. أيضا في موضع آخر في سورة صاد، هذا الموضع يتعلق بسيدنا سليمان عليه السلام وجياده، فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة صاد ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. حقيقة هنا يعني فسر الكثير من المفسرين أن هذه الآيات تقول أو تذكر أن سيدنا سليمان عليه السلام كان لديه الشغف لرؤية الصافنات الجياد، الجياد أي الجياد الأصيلة، فلذلك بسبب حبه لها وتعلقه بها فهي ألهته عن الصلاة، فيقولون أنه بسبب ذلك غضب منها وقد يعني طعنها وقتلها. نقول هذا التفسير يعني لا يصح، ويعني يعني لا يذكر التفسير هذا الأمر، ثم يعني ما ذنبها إذا هي مثلا نسي صلاته ولم ينسى صلاته، يعني ثم هو كان يرغب حالما يبدو من الآيات أو أنه هو يرغب برؤيتها، فإذا ما هو المعنى الصحيح؟ نقول الحق أن يعني سيدنا سليمان عليه السلام كان عنده جيش، وكان من ضمن الجيش يعني قسم مهم جدا الذي يتعلق بالجهاز بالأحصنة والجياد الأصيلة، وهو كانت يعني تعرض عليه في العشي يعني في الهزيع الأخير من النهار وكان يفحصها، فكان يقول إني أحبها لوجه الله سبحانه وتعالى. يعني حتى ورد عن ذكر فضل الخيول في حديث شريف، يعني يقول نبينا صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها
الخير إلى يوم القيامة. إذن لأن لماذا؟ لأنها هي وسيلة كانت من أجل من وسائل الجهاد، ولهذا كان يعني أيضا يحبها سيدنا سليمان عليه السلام ومتعلق بها. كان يعني كان هناك أيضا لابد من توضيح عن ذكر ربي، يعني هي لا تعني أنه يعني هو انشغل عن ذكر الله بسببها، كلا، بل هي يعني عن هنا نقول السببية، أي بسبب يعني بسبب ذكر ربي، يعني أنا أهتم بها لأنني أحب الله سبحانه وتعالى، لأنها وسيلة من وسائل الجهاد في سبيل الله. إذن ثم يعني تقول الآية حتى توارت بالحجاب، يعني وهو واقف مع جيشه ويتكلم معهم، فجاء الفرسان أخذوا هذه الجياد الأصيلة التي لفتت نظره، ابتعدت فتوارت في الحجاب لم يعود يراها، فماذا قال؟ ردوها إلي، أي أرجعوها إلي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ظنوا هنا أنه قتلها، لا، بل هو بمعنى ربت عليها على سوقها وعلى أعناقها كما يربت الفارس ويمسح على الخيل الأصيلة. إذن هذا هو معناها. وفي الموضع السابع من سورة الشورى قال الله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن في هذه الآية أيضا من وراء حجاب، يعني الله سبحانه وتعالى عندما يكلم عباده إحدى هذه الوسائل هي من وراء حجاب. سأتكلم كما يعني بينها المسيح أو كما تكلم عنها في أحد المناسبات، هذه أحد الأمور التي بينها المسيح صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: نرى على الصعيد العملي أن هناك ثلاث وسائل لكلام الله سبحانه وتعالى مع عباده: الوحي، الرؤية، الكشف. فقال الوسيلة الأولى إذن هي الوحي، إلا وحيا، يعني الوحي هو الكلام، يقول المسيح صلى الله عليه وسلم، يقول الوحي هو الكلام الذي ينزل على قلب النبي الطاهر بغير واسطة، ويكون هذا الكلام أكثر صفاء ونقاء، يعني كأنه أيضا كالوحي المتلو الذي يقرأه أو ينزل على قلبه ويقرأه. هذه الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية تأتي بالرؤية والحلم، هذه هي المقصودة هنا من وراء حجاب. يقول أن هذا الكلام يكون فيه دقة ولابد أن انتباه، لأنه فيه كناية، يعني فيه أوجه. مثلا رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسورة في يديه الطاهرتين كان لابد من تأويلها، رؤية يدي إحدى زوجاته أطول من الأخرى كان لابد من تأويلها. إذن بمعنى أن الكلام من هذا القبيل يقتضي التأويل، وهذا هو الحجاب، هذا هو المراد من وراء الحجاب. إذن أنها تحمل استعارات، تحمل صبغة الحجاب، هذه الصبغة، صبغة الحجاب تغلب على الرؤى، وهذه هي كيفيتها. أيضا الوسيلة الثالثة وهي الكشف، أي يحدث بالتمثل بصورة، سواء كانت بطريق ملك كسيدنا جبريل عليه السلام أو بغيره من الملائكة. هذا هو إذن المقصود بالوحي. وأيضا يعني الله سبحانه وتعالى هذه أمور. وهناك أيضا في سورة المطففين، وهي الإجابة الأخيرة، يقول الله سبحانه وتعالى: ويل يومئذ للمكذبين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهنا يذكر الله سبحانه وتعالى ويقول أن كما قال الله سبحانه وتعالى: من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، يعني الذي لم يستطع خلال حياة الدنيا أن يرى الله سبحانه وتعالى بعيون قلبه وبمشاعره وأحاسيسه، فكيف له أن يرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ لذلك هؤلاء يكونون محجوبين. جزاكم الله أستاذ معتز على ما قدمتم. ننتقل لك أستاذ مصلح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائل يقول: لماذا السيدة عائشة رضي الله عنها هي من بين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم هي الأحب إليه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يبدو أو من البديهي أن هذا السؤال نابع من حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي سئل فيه عليه الصلاة والسلام وقيل له: أي الناس أحب إليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عائشة رضي الله عنها. قالوا: ومن الرجال؟ قال: أبوها. وطبعا هناك أحاديث أخرى تنوه أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان له حب مميز للسيدة عائشة رضي الله عنها، ومنها أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول للسيدة عائشة: أن حبك يا عائشة في قلبي كالعروة الوثقى،
يعني كالعقدة القوية. فكانت كل فترة وفترة تسأله السيدة عائشة رضي الله عنه، كانت تسأله كيف حال العقدة، فكان يقول لها هي على حالها. ونعم هناك يعني أحاديث كثيرة تظهر على أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان يملك حبا مميزا وخاصا للسيدة عائشة، وهذا لا يخدش أبدا في حب الرسول صلى الله عليه وسلم أو في عدل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مع باقي زوجاته، إنما هذا كان الحب لأسباب معينة لظروف معينة التي حدثت مع السيدة عائشة رضي الله عنها. وأيضا الذي يمكن أن يجزم بهذا الموضوع ويقول لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يملك حبا مميزا للسيدة عائشة في قلبه، فهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقول السبب. هو لم يذكر السبب، ولكن في الأحاديث يعني يمكن أن نستنتج بعض الاحتمالات لماذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبا شديدا. من هذه الاستنتاجات أو من هذه الأحاديث نحن نرى أن السيدة عائشة لها يعني مواصفات كثيرة ومنها وميزات كثيرة التي قدمت خدمات عديدة وعظيمة للإسلام بشكل عام. ومنها أن السيدة عائشة منذ طفولتها إلى كهلها وهي كانت عاشت في صحبة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فطبعا هي شاهدت الرسول صلى الله عليه وسلم، صحبت الرسول صلى الله عليه وسلم في العديد من المواقف، العديد من الظروف. فكان يذهب الصحابة الكرام للسيدة عائشة رضي الله عنها ليستشيروها، ليسألوها عن بعض الأمور الفقهية، وكانت هي تجيبهم عن ماذا كان يعمل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هناك أمور أخرى التي أيضا بسببها نزلت آيات قرآنية بسبب السيدة عائشة، ومنها واقعة الإفك التي يعرفها الكل من الأحاديث، وقد ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم وبرأها الله عز وجل بنفسه في القرآن الكريم. ومن هذه الأسباب أن السيدة عائشة كانت بنت صديق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، صديقه الصدوق المقرب. فهناك العديد، يعني هناك أيضا على سبيل المثال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال خذوا نصف أو شطر دينكم من الحميراء، يعني من السيدة عائشة. فهناك أسباب عديدة مذكورة في الأحاديث. جزاكم الله أستاذ مصلح. أستاذ داود، يعني عودة إليك، والسائل يقول عن يسأل عن موضوع المواد التجميل التي تستخدم لشد الوجه أو تعديل بعض المكونات في الجلد أو المظهر العام، فهل هي، فما حكم الشرع فيها؟ هل هي محرمة؟ وإن كانت محرمة فما حكم ما جمعه من مال في بيع هذه المنتجات؟ هذه الأمور ليست منهيا هو أو يعني وليست يعني مباحة بشكل عام، بس هذا السؤال يعني لا يمكن أن يجيب عليه الإنسان بهذه السهولة، لأن الحالة لكل شخص يختلف، فيعني ممكن أن نجيب حسب الحالات والظروف لكل شخص. الشخص الذي يبيع مثل هذه المنتجات هو أدرى بنفسه، خاصة إذا كانت هناك ملابس خاصة فيبيع هذا الإنسان، و يعني له خلوة مع فتاة أو مع امرأة معينة في وقت معين، هذا لا يجوز. والإنسان أدرى بكيفيته وكيف يتعامل مع في مثل هذه الظروف والأوضاع. ولكن يعني الإنسان يعني التاجر هو يبيع جميع الأشياء، ويعني ألا يجوز بيع ملابس نسائية؟ طبعا يجوز. فهكذا يعني هذه المنتوجات إذا كان الإنسان يبيعها خاصة بالنساء فممكن، ولكن يعني هذه الأشياء يعني أنواع، وخاصة التجميل حق للمرأة لزوجها، ليس يعني أن تتجمل وتمشي في الأسواق يعني بدون أي سبب، أن تتجمل لزوجها هذا يعني حق للمرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى النسوة اختضبي تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد رجل، يعني هناك حالة معينة للنساء. نعم، ولكن أحيانا يعني تتعرض الإنسان يتعرض لحروق أو يتعرض لحوادث معينة فيصبح هناك تشوه في هذا، فبشكل عام يريد التجميل،
يعني أو يريد تعديل يعني هذا هذا يعني هذه الأشياء ضرورية خاصة للنساء والرجال حتى يعني إذا كانت هناك تشويه فممكن يعني إجراء عملية معينة ويعني تجميل بعض المواد نعم. ولكن هناك يعني طرق أخرى كثيرة مثلا يعني بعض النساء تستخدمنا أو يستخدمنا الهرمونات لتجميل ويعني هذه الهرمونات مفيدة في بعض الأحيان إذا نصحك أو وصف لك طبيبك الأخصائي في هذا الشيء فممكن استخدام هذه الأمور ولكن إذا لم يصف لك الطبيب الأخصائي فلهذه الهرمونات أيضا هناك يعني أضرار وسلبيات كثيرة بحث في مصدر الهرمونات ربما تكون يعني محرمة أيوة. نعم. فيعني كما الإسلام وضح بعض يعني هذه الأمور مثلا الوشم نوع من التجميل ولكن بما لها أضرار كثيرة الإسلام منع نعم. الواشم وال الذي يعني يقوم بهذه الأعمال على جسده فهكذا يعني الشخص الذي يربح من 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 التجارة المال هو يستخدمها لأنه يعني التجارة وكانت النية الربح وليس يعني جزاكم الله جزاكم الله أستاذ معتز نعود إليك السلام عليكم يقول السائل أنا لا أدفع التبرعات في جماعتي وإنما أتصدق في داخل بلدي فلا يوجد نظام للجماعة عندنا فهل أقوم ما أقوم به صحيحا؟ طبعا أولا أريد أن أقول أن التبرعات هي ليست فقط للفقراء لمساعدة الفقراء لذا أنصح الإخوة والأخوات أن يقرأوا كتاب أهمية التبرعات والتضحية المالية وهو موجود على موقعنا الرسمي islamahmadiyya.net أيضا وهو يذكر ما هي الصناديق التي يمكن أن ينفق فيها الأحمدي وأقول يعني هناك أمور للإنفاق تفرضها حاجة العصر منها نشر الإسلام وتبليغه للعالم كله لذلك بسبب هذا أنشأ المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام هذا النظام المالي وأيضا أكمل من بعده الخلفاء هذا النظام لكي يغطوا المتطلبات منها عفوا منها إنشاء المساجد والمطابع لنشر الكتب نشر المجلات ترجمات القرآن مساعدة الأرامل وأسر الشهداء إلى آخره مستشفيات الفضائية أيضا إلى آخره إقامة معارض للتعريف بالإسلام يعني هذه أمور مهمة الآن بالنسبة للأحمدي الذي في عنده نظام في بلده عليه أن يدفع ضمن النظام لأننا نحن يعني جماعة منظمة لابد أن نلتزم بالنظام أما إذا كان لا يوجد نظام فماذا يفعل الأحمدي؟ في هذه الحالة عليه أن يعلم أنه صحيح أن غير موجود لديه نظام محلي ولكن هو ينتمي إلى نظام عالمي هو تحت الخلافة فعليه أن يرسل إلى المركز يراسل سيدنا أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم ويقول له سيدي أنا لدي هذا الوضع لا أستطيع أن أرسل فماذا أفعل؟ أمير المؤمنين يوجهه إلى التوجيه الصحيح ربما يقول له أبقيها عندك ويرسلها في وقت عندما يجد فرصة ربما الآن يعني وسائل التطور كثيرة يمكن أن يرسل بشكل حوالة المهم المركز هو يوجهه بما يتناسب مع وضعه جزاكم الله أستاذ معتز أستاذ مصلح السائلة تقول وهي ربما هي ليست أحمدية أنا فتاة متزوجة منذ 4 سنوات وزوجي يعاني من مشكلة لا يستطيع القيام بواجبه كزوج ويرفض الذهاب للعلاج فتقول لا أعرف هل هو ضعف في جسمه أم بسبب سحر معقود له ماذا تنصحونني وكيف التخلص من هذا السحر وهل عقد الزواج باطل بمعنى هل وجودي عنده حلال أم حرام وهل يحق لي طلب الطلاق منه أم لا إذن السؤال في 3 شقوق يعني الشق الأول أن موضوع السحر والشق الثاني هل هناك بطلان لعقد النكاح الذي عقدته بسبب عدم إقدام زوجها على القيام بواجبه والثالث هو طلب الطلاق نعم بسم الله الرحمن الرحيم يعني
بالنسبة لموضوع السحر، ليس هناك سحر بالمفهوم الذي موجود هو متواجد عند الناس اليوم. نعم هناك سحر، لكن السحر هو مجرد تخيلات وليس له حقيقة، يعني لا يغير حقائق الأشياء تماما، كما ذكر في القرآن الكريم أن خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، خيل، إنه مجرد تخيل وليس، يعني السحر هو مجرد خدعة وتخيل. وهو أيضا يعني موضوع عميق يمكن أن نتحدث عنه في حلقات قادمة إن شاء الله. أما بالنسبة لموضوع يعني وجودها مع هذا الزوج حلالا أم حراما، هذا بالطبع يعني ما دام لم يتم الطلاق من قبل الزوج ولم يتم الخلع من قبل الزوجة، فوجودها معه هو حلال ليس حرام. وأيضا يمكنها هي في هذه الحالة أن تذهب إلى القاضي، إلى الشيخ، يعني عندنا في الجماعة يوجد مكتب اسمه دار القضاء الذي يجلس فيه قاضي يكون دارس أمور الفقه والآيات القرآنية التي تختص بهذا الموضوع، فهو يفصل بينهما، يعني ينادي الطرفين ويسألهما عن وضعهما والحالات والأحوال وثم يقرر. وإذا الزوجة هي مصممة ومقررة أنها سوف تنفصل عنه، فيمكنها أن تقدم الخلع عن طريق القاضي، لكن يجب وضع بالحسبان أن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله، فيجب محاولة إصلاح الأمور قبل تخطي بهذه الخطوة. جزاكم الله أستاذ مصلح. أستاذ داود، بما تبقى لدينا من الوقت، يقول السائل: ما معنى إبليس كان إنسانا، وما معنى أن الجن هو أشرف الناس والإنس عوامهم؟ يعني هل نعتقد أن إبليس كان إنسانا؟ لا 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 أرى أننا يعني كجماعة الجماعة الأحمدية اعتقادنا أن إبليس كان إنسانا. ويعني إبليس هو عبارة عن الشر، قوة عبارة عن الشر. وفي كتاب مرآة كمال الإسلام سيدنا المسيح الموعود بيّن هناك لمة الملك وهناك لمة إبليس. ف يعني إذا كان من الناس أحد يسمى إبليس، فيعني هو الشخص المتبوع على التمرد والعصيان، ويعني طبعا هو يكون من حيث الطبع وليس يعني أنه هو أصبح إبليسا، يعني هو ما يسمى إبليس. يعني إبليس هو الكائن المخالف للملائكة والمحرض على الشر. فيعني إبليس من أبلس، ما معناه؟ معناه قل خيره، يائس من رحمة الله، انكسر وحزن، أبلس في عمله يعني تحير، سكت غما، أبلس غيره جعله يائسا. فالإبليس هو ذلك الذي قل جانب الخير فيه، هذا معنى إبليس، وهو مقابل الملائكة الذين هم يعني سورة عن الخير. أما الجن فلهذه الكلمة معان كثيرة وتطلق على يعني كثير من المخلوقات، استخدام هذه الكلمة استخدامات كثيرة جدا، ومنها استخدامها مقابل الإنس. يعني بقي معنا نصف دقيقة. أيوة. يعني إذا كان مقابل الإنس فالإنسان قد يكون تطلق عليه كلمة ملك، كما قيل لسيدنا يوسف عليه السلام: إن هذا إلا ملك كريم. ويعني ورد عن الأشرار: وإذا خلوا إلى شياطينهم، فالشيطان هو من قيادة قواد الناس، لأنهم لا يظهرون للناس، لأن الجن معناه الاختفاء. طيب جزاكم الله أستاذ داود. إلى هنا أعزائي المشاهدين نأتي إلى نهاية الوقت لهذه الحلقة، وإلى أن نلقاكم لكم من أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمس الهدى طلعت لنا من مكة
عين الندى نبعت لنا بحراء نختار آثار النبي وأمره نقف كتاب الله